ما تنتظرش ان انت يكون في التمرين عندك بامب اللي انت تحس كده ان عضلاتك منفوخة كده ومليانة، لا، المعاناة مش في التمرين قد ما في الاتنين دول. في كذا سبب بيسببوا لك تعب اثناء التمرين، او ممكن تيجي في اول التمرين بعد ربع ساعة تلاقي نفسك تعبت وعايز تاخد حاجتك وتروح ومش قادر. في كذا سبب للتعب ده. اول حاجة، عشان خاطر نكون صراحة مع بعض كده من الاول، ما تختريش بنفسك الصبح وتتعب نفسك الصبح وتنزل بعدها بساعتين ثلاثة تتمرن، مش هركليز انت، مش هتعملها. تاني حاجة المية، ما تشربش مية كتير قبل التمرين، وبالذات البري ورك اوت بيخليك تشرب مية كتير عشان خاطر بيفضل شوية تحت مترسبين في كوباية، فانت تحط مية تاني فتشرب مية تاني، فانت بتملى معدتك مية من غير ما تاخد بالك، ده بيسبب تعب اثناء التمرين. وبرضه وانت هناك، احنا في وقت التمرين لما نيجي نتمرن بناخد رشفة رشفة، يعني وانت بتتمرن ما تاخدش مية، ما تشربش مية كتير عشان خاطر بطنك ما توجعكش، وهتحس برضه في تعب وانت بتتمرن. بين كل جولة، انا عن نفسي بين كل جولة باخد بق مية صغير يديني نشاط ويعوضني عن العرق اللي انا بفقده، وما بيتعبنيش، ما بيوجعليش بطني. المية الكتير اللي هتشربها مرة واحدة وسط التمرين هتوجعلك بطنك. يعني انا مرة شفت في الجيم حد داخل معاه ازازة مية قد كده، اللي هي معرفش 2.5 لتر ولا 3 لتر دي، فانا جه في بالي ان هو وزميله، اللي قلت ايه القرف ده، هتشربوا انتوا الاثنين من نفس الازازه؟ فانا بقول له انتوا هتشربوا الاثنين من نفس الازازه؟ قال لي لا دي ليا لوحدي. بصيت كده على جسمه اللي هو اول مره يخش عالم الجيم، لسه دافع الاشتراك حالا وطالع. فانا طبعا عشان خاطر اسوأ حاجه في الجيمات اللي انت تدي نصيحه لحد، بمناسبه ما تدوش نصيحه لحد، كل واحد يخليه في حاله في التمرين، قلت ابص عليه من بعيد هو شويه وهيمشي. فعلا بعد ربع ساعه، بعد ثلث ساعه خد جنب، جسمه هدي، جه يقوم تاني عشان خاطر يتمرن، لقى نفسه بطنه وجعاه فخد بعضه ومشي، عشان خاطر كان بيشرب ميه بكميات وهو بيتمرن. انت بتبقى مفكر ان هي الميه وسط التمرين كويسه، اه كويسه، بس احنا بنبل رقنا بس. النقطه اللي بعد كده، انت كلاعب طبيعي ما بتاخدش منشطات استرويد هرمونات اي حاجه، خلاص احترم طاقه جسمك، بلاش نظام بوش بول ليج ده خالص، عشان خاطر نظام يعني الناس فهمته غلط. هو في بدايه التمرين وانت بتخش في الاول، ده بديل للجنرال، ده في اول حياتك في الجيم خالص، بدل ما بتلعب جنرال وجسمك كله بيوجعك، لا بتلعب بوش بول ليج لمده اسبوع، فبتلعبه مرتين، بتكرره مرتين، لكن ما تستمرش عليه. انت عمرك من جسمك هتطور على بوش بول ليج، ان انت كل ما بتروح بتسخن العضله دي وعضله الصدر وعضله الكتف الامامي وعضله الراي وتمشي وهكذا، مش هتلاقي تطور على جسمك. العب كل عضلة في يوم واحد، وخلي العضلة وانت بتلعبها تنهكها، تجيب اخرها في التمرين. وانت بتلعب عضلة واحدة بس في اليوم هيكون سهل على جسمك ان انت توصلها للفشل العضلي وعلى طاقتك. وما تعفرش مع نفسك وانت نايم 4 ساعات بس في اليوم وتنزل تتمرن تعبان، اسمع لجسمك، جسمك وجعك ارتاح، بتعطس حاسس ان انت عندك برد ارتاح، ما تدهاش قهوه في بري ورك اوت في كرياتين، واصلا الكرياتين مش بري ورك اوت عشان تفرق بين الاثنين، مش هديك طاقه قبل الجيم على طول يعني، وتقعد تكبس جسمك وتضغطه عشان خاطر يروح، لا انت كده هتروح تهدم العضلات مش تبنيها. النقطه اللي بعد كده، ما تاكلش وتنزل على التمرين على طول، لان انت كده هترجع، هتتعب وبطنك هتوجعك، هتحس بغثيان اثناء التمرين. خلي اخر وجبه، ويستحسن تكون واكل مرتين طبعا على اوقات متفرقه قبل ما تنزل التمرين، واخر وجبه تكون قبل التمرين بساعتين. ومعلومه كمان انا نفسي وقعت فيها، انا كنت في الاول باخد موز وقهوه وانزل. الموز يعني مش اصح حاجه قبل التمرين، هو كربوهيدرات بسيطه بس في نسبه مغنيسيوم بتريلاكس العضلات، بتريح العضلات شويه، بتهمدها. ايه اللي لقيته افضل؟ تصدق ان الطماطمايه افضل من موزه قبل التمرين. الطماطم او البندوره فيها بوتاسيوم بيخلي الاكسجين يوصل للعضلات وبيكون احسن، بطاطا مشويه احسن واحسن. الموزه ممكن دي تخليها بعد التمرين بتلت ساعه مش مباشره، عشان خاطر برضو فيها سكر. انت كده كده بعد التمرين بنص ساعة لازم تاخد حاجة كاربو بسيط عشان خاطر ترجع تاني تملى مخازن الجلايكوجين اللي انت فضيتها اثناء التمرين، عشان خاطر انت لو ما عملتش كده هيبتدي الجسم ياخد البروتين اللي في العضلات يكسره عشان خاطر يحوله لطاقة. ولو عندك ضغط عصبي او ستريس، ما تنتظرش ان انت يكون في التمرين عندك بامب اللي انت تحس كده ان عضلاتك منفوخة كده ومليانة، لا، الضغط العصبي هو العدو الاول للاعب كمال الاجسام، بيفرز الكورتيزول، الكورتيزول بيهمدك، يعني احنا بنحاول ان احنا نعاني في التغذيه ومن الكورتيزول اكتر. المعاناه مش في التمرين قد ما في الاثنين دول. حاجه كمان يا شباب، ما تقعدوش في التمرين اكتر من ساعه ونص، هو اصلا ساعه ونص غلط، يعني هي معروف ان العضلات الكبيره 5 مجموعات والصغيره 3 مجموعات وكلهم ممكن يخلصوا ساعه لربع ساعه، فالناس بتقعد اكتر من ساعه ونص ليه؟ دي حاجه بتخليك تاني يوم تعبان، وانت اصلا في التمرين طول الساعه ونص
اكيد عشان مش كلهم بتتمرنهم، انت لا انت بتريح ما بين المجموعات فتره كبيره، وده بيخلي الدم ممكن يخرج من العضله وجسمك يرجع يبرد تاني وترجع تسخن تاني وممكن تتصاب. انت خش الجيم اعمل المجاميع اللي وراك وخلص على طول. انت كمان ممكن تكون مش بتاخد المكملات او الفيتامينات والمعادن اللي تستناسب احتياج جسمك، ما تاخدش كل اعتمادك من الاكل، لان لاعب كمال الاجسام بيحتاج جسمه يمتص فيتامينات ومعادن اكتر من اللي في الاكل على حسب مقدرتك الماديه طبعا. لو تقدر هات، لكن ما يبقاش انت مثلا مش مظبط اكلك، مش بتاخد نسبه احتياجك من البروتين، مش بتاخد فيتامينات، مش بتاخد معادن، مش بتاخد كرياتين، مش بتاخد مكملات، وتروح عايز تقول ايه هكمل المجموعه دي كمان والعب العضله دي كمان عشان ابقى لعبتها مرتين في الاسبوع. لا، التانية دي بقى اللي انت لعبتها دي كده انت هدمتها مش بنيتها، لان هي مفيش غذاء سحبته عشان تكبر، فجسمك راح مكسر اللي فيها. على قدر التغذيه بتاعتك اتمرن، على قدر المكملات بتاعتك واعتنائك بجسمك وبوجباتك اتمرن، وفي كل الاحوال ما تروحش التمرين على معده فاضيه ملوش لازمه. مهما كنت متحمس في البدايه، اول ما تلاقي جسمك عمال ينهار ويتعب ومش قادر تاني يوم تصحى جسمك مكسر، اللي هو مش وجع التمرين، لا وجع اللي هو مش قادر تقوم تتحرك تعمل حاجه، هسيب الجيم. فانت بالراحه على نفسك واسمع لجسمك وخليك ذكي. حاجه كمان، معظم مكملات الزنك وعقاقير الزنك بتوجع المعده، فانت خليها بعد التمرين مش قبل التمرين. وانت في التمرين خلي عداتك اقصاك 12، ما تقولش عشان خاطر احرك الالياف البيضاء وانا سمعت كابتن كذا بيلعب 15 عده و20 عده. لا، هو حاجه وانت حاجه، هو بيستخدم السوريه دي انت بتستخدمش، هو بياكل 7 وجبات في اليوم انت لا. هتتمرن اكتر من 12 عده هتلاقي عضلاتك بتحرقك، لان انت جمعت حمض اللاكتيك عليها، وهو يفضل يحرق في عضلاتك، ياكل في عضلاتك، مش بيحرق في عضلاتك لو بيهدمها، لا انت تحس ان في حرقان كده عايز تسيب الوزن من ايدك. لو بتاخد بيتا الانين قبل التمرين خلاص براحتك، البيتا الانين بيقلل شويه الحرقان اللي بيحصل في العضلات ده، فتقدر تعمل تكرارات كتير، وهي اصلا التكرارات الكتير ملهاش لازمه قوي، يعني انت كده بزود التحمل بتاعك مش بتكبر العضله، فعلى حسب هدفك. الافضل اللي احنا رايحين الجيم عشان خاطر نكبر العضلات ونرسم جسمنا. حاول توازن وتعوض الطاقه بتاعه جسمك، يعني انت عايز تزود التمارين بتاعتك وشدتها تكون عاليه وكارديو بعد منه وشغلك يكون الصبح، خلاص زود مع ده اللي انت تنام كويس، تنام اكتر مثلا من 7 ساعات، يعني 9 ساعات يكون كويس على المجهود اللي انت بتعمله ده، وزود اكلك، يعني خلي جسمك يتوازن ما بين الاثنين. لو انت فضلت تاخد منه لتمرينك ولشغلك واللي انت عايز تعمله ده كله، هيجي في الاخر هو هيقع، اللي انت مش بتعوضه اللي انت بتفقده ده كله. يعني انا جالي حد في مره بيقول لي انا شغلي 12 ساعه في اليوم مش عارف اروح الجيم بتاعي امتى، فانا قعدت يعني ما فكرتلوش في الجيم، انا فكرت له في حاجه ثانيه، قلت له انت بتشتغل 12 ساعه في اليوم وبتنام 10 ساعات على طبعا المجهود بتاع 12 ساعه في اليوم، يعني انت بتعيش ساعتين وبتسال عايز تروح التمرين امتى؟ مش هتروح، انت كده بتنتقم من جسمك. لو ربنا كرمك بشغل تاني عشان بدل شغل العبيد ده سيبه، اي حد بيشتغل 12 ساعه لو ربنا كرمه بشغل تاني اقل في الساعات اجري عليه على طول، ما تنتقمش من جسمك، هتدفع ثمن ده قدام. وفي الاغلب كل اللي بيشتغل 12 ساعه مرتبه قليل، فانت خلاص بتشتغل 12 ساعه، وضعك الحالي اللي انت بتشتغل 12 ساعه ما تجيش على جسمك اكتر من كده في التمرين. حاول تتمرن يومين في الاسبوع اذا كنت بتاخد اجازه، يعني يومين في الاسبوع بس، هو غالبا هيكون يوم واحد برضه، هتبقى انت في الشغل ضاغط نفسك ضغط عصبي عشان خاطر عايز تروح التمرين بعد الشغل، وانت في التمرين ضاغط نفسك ضغط عصبي عشان خاطر تروح تنام عشان خاطر تقدر تاني يوم للشغل. انت بعد اسبوع ممكن تسيب الاثنين اساسا. عشان ما اطولش عليكم الفيديو، هو في كذا سبب تاني للتعب اثناء التمرين وللناس اللي مش بتلاقي انها عندها بامب اثناء التمرين، بس عشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو ممكن اعمل ده في جزء تاني. ما تنسوش تشتركوا في القناه واشوفكم الحلقه الجايه.